أكد الرئيس السيسي أن تطورات المشهد الدولي مثل أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية انعكست على العالم كله، وشدد الرئيس السيسي على الالتزام بمساندة كل المصريين لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية. إن تطورات المشهد الدولي خلال الأعوام القليلة الماضية حملت للعالم بأسره ونحن جزء منه أحداثا غاية في التعقيد، بدأت بجائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وهي تطورات لم تحدث منذ عقود وباتت تنذر بتغييرات كبيرة على المستوى الجيوسياسي والاقتصادي الدوليين. هذه حقائق انعكست بشكل سلبي على الغالبية العظمى من دول العالم، وفي مصر كان شاغلنا الشاغل منذ البداية هو كيفية تخفيف آثار الأزمات العالمية على الداخل المصري، وكانت التوجيهات المستمرة للحكومة هي تحمل الجزء الأكبر من أعباء وتكاليف الأزمة وعدم تحميلها للمواطنين بأقصى ما تستطيعه قدرتنا.